يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي اللي بتبدا مع السادسه اسبوع جديد. دولاب البطولات مازال في حاجه للمزيد، وقدامنا سكه بطولات كتيره جدا محتاجين نفكر فيها ونشغل بالنا فيها بدل ما نجر لمهاترات. هبدا مع حضراتكم حلقه النهارده وبدايه الاسبوع بنقطتين نظام. النقطه الاولى مرتبطه بجماهير النادي الاهلي اللي الموقف الاخير ده والضغط الشديد جدا اللي تعرض ليه النادي الاهلي في بطوله الدوري كشف، مش ليا انا الحقيقه، لاصوات كتيره جدا بتتكلم على انه حاله وثقافه جماهير النادي الاهلي لابد انها تدرس. معقوله في جمهور كوره كسب كل البطولات دي وزعلان عشان يكاد يضيع منه لقب بطوله الدوري اللي فاز بيه 15 مره في اخر 16 سنه وفاز بيه اخر خمس سنين على التوالي؟ معقول جمهور كوره، جمهور نادي الاهلي اللي عنده 10 بطولات افريقيا وعنده 7 سوبر افريقي وعنده مرتين مركز ثالث برونزيتين على مستوى كاس العالم للانديه زعلان عشان بطوله محليه بتضيع منه؟ حاله فريده تقريبا مش موجوده في اي مكان في الكون، مش موجوده حتى عند اكبر الانديه سواء من ناحيه التاريخ او من ناحيه النجوم او من ناحيه الالقاب، حاله فريده من نوعها ما تلاقيهاش غير في جمهور عظيم زي جمهور النادي الاهلي. النقطة الثانية الحقيقة مرتبطة بالفار. ناس كتير جدا بتتكلم انه او بتطرح رغم سذاجة الطرح انا اسف يعني انه الاهلي فاز في او الاهلي خسر بطولة الدوري في اول موسم طبقت فيه تقنية الفار. واحد، في مصر مفيش فار. فار هي فيديو اسيستنت ريفري. الفيديو دي مش موجودة عندنا في مصر، الفيديو دي ليها معايير كتيرة جدا مرتبطة بجودة الإخراج، مرتبطة بعدد الكاميرات، مرتبطة بجودة البث، بجودة الصورة، والتلاتة دول تقريبا يعني على ضمانتي كده مش موجودين عندنا في مصر. والموسم ده يثبت في مواقف كتيرة جدا إنه الفيديو ما لعبش الدور المفترض إنه يقوم بيه في مساعدة الحكام. ده إذا افترضنا حسن النية، يعني حسن نية منظومة التحكيم، لكن في النهاية الفيديو ما قامش بالدور اللي من خلاله ممكن التقنية تشتغل بكفاءة وتمنع حالة الجدل الشديدة جدا وتدي لكل فريق حقه وتأكد على مبدأ العدالة في أهم بطولة وأقوى بطولة مصرية وهي بطولة الدوري العام. كلام كتير جدا هنقوله في حلقة النهاردة. وبالمناسبة السبت دايما جماهير السادسة تعودت يكون معانا الحريف، معانا النهاردة سلاح فتاك، معانا واحد النهاردة من نجوم جيل كان بينيم مصر وأفريقيا من المغرب، معانا النهارده الحقيقه واحد كان فلته من فلتات جيله. هتستمتعوا بيه، مش هقول لكم عليه مين دلوقتي لكن هتعرفوه في حلقه النهارده طبعا على مدار الحلقه في فقره الحريف. خليني افكر حضراتكم بسؤال حلقتنا المستمر معانا ان شاء الله لغايه ماتش الجونه بقى. افضل 3 لاعبين من وجهه نظر جمهور النادي الاهلي في مباراه المصري اللي كسبها الاهلي الحقيقه وقدم عرض مطمئن الى حد كبير. بكلمكم طبعا السؤال موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل كلها سواء على الانستجرام او على الفيسبوك او على تويتر. مطلوب من حضراتكم تختاروا افضل 3 لاعبين في النادي الاهلي. وخدوا بالكم عشان الموسم بيقرب، وكنت بكلمكم على مشوار البطولات اللي محتاج تركيز من جمهور النادي الاهلي بما انه دايما الجماهير ليها دور واضح ومهم جدا في تحقيق كل الالقاب اللي بيفوز بيها النادي. عندنا كاس مصر، عندنا سوبر مصري، عندنا سوبر افريقي مع رجاء كازابلانكا ان شاء الله باذن الله، عندنا في 12 كاس عالم في اليابان، عندنا طبعا بطولة مشوار جديد في بطولة دوري الأبطال، وكلها أصبحت ألقاب مفضلة بالنسبة للجماهير. نبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة بأهم الأخبار والعناوين. والعنوان الأول، الأهلي راح اليوم استعدادا لمواجهة الجونة الثلاثاء. فحص طبي لأجاي قبل السفر لمواجهة الجونة وشريف يقترب من العودة. ياد الأهلي يبدأ مشواره اليوم في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية. لايبزيج يفوز على شتوتغارت بنتيجة 4-0. وكريم بنزيما يمدد عقده مع ريال مدريد. ما فيش شك طبعا أنه جمهور النادي الأهلي على مدار تاريخ طويل جدا كان صاحب فضل وكان لاعب رقم واحد الحقيقة في امجاد وبطولات النادي الاهلي اللي اتحققت على مدار تاريخ. اوعى حد يجرك لفكره انه واقف معاك الند بالند، او انه زي ما الفرنساويين بيقولوا
تاتا تات، او انه القصه ان احنا بنتنافس مع بعض، انت خارج المنافسه، انت تحلق منفردا، انت اصغر لعيب عندك. يعني لو قلت مثلا كابتن مصطفى شوبير حقق بطولات، اللي ما ظهرش يمكن في ماتشين ثلاثه مع النادي الاهلي، حقق بطولات في السنتين الاخيرتين لم يحققها اي لاعب موجود في مصر. فانت بتتكلم في حته تانية خالص. ارجوك ركز مع فرقتك، مشوار البطولات ممتد، عندنا القاب كتيره جدا، وزي ما بنقول دايما مش مجرد شعار على الحلوه والمره معايا. والاهلي ياما ياما فرحنا، وقلما الحقيقه زعلنا. ويمكن السنه دي حتى والكلام كتير جدا، واعتقد ان جمهور الاهلي واعي بالدرجه الكافيه انه يقيم ويشوف. صحيح احنا قصرنا، صحيح يمكن كان عندنا بعض السلبيات اللي فرضت علينا، فرضت لانك انت بتمثل مصر في عدد كبير جدا من البطولات، فرضت لضغط الموسم او تلاحم الموسمين مع بعض، فرضت لانك بتشارك في كم كبير جدا من البطولات اللي محتاج سفر ورحلات خارجيه. ده يمكن اثر علينا سلبا في حاجات كتير جدا، وادى ان احنا فرطنا في اوقات كتير جدا في نقاط سهله. لكن انا متهيألي النهارده واحنا كنا لما بنتكلم على اي وقعه قبل كده حصلت فيما يتعلق بالتحكيم او تاثير الفار على مشوار النادي الاهلي او على النقاط اللي ضاعت بسبب التحكيم في الموسم الحالي، كنا دايما بنبقى محتاجين ان احنا نجيب دليل على الكلام اللي احنا بنقوله للجمهور. النهارده بيتهيألي حتى الامور بقى اصبحت يعني شديده الوضوح، انت مش محتاج تتكلم او مش محتاج تقول. واعتقد ان جمهور النادي الاهلي ذكي بما هو فيه بما فيه الكفايه انه يقيم ويشوف هل الدوري لو ضاع ضاع بفعل فاعل ولا لا. خليني اعدي مع حضراتكم على اخبارنا سريعا، وحضراتكم عارفين طبعا مستر موسيماني قرر النهارده يكون راحه طبعا عشان يدي اللعيبه نفسها ويريحها شويه من حاله الاجهاد الناتجه طبعا عن ضغط الماتشات. بكره ان شاء الله نرجع للتمرين قبل ما ندخل في معسكر مغلق استعدادا للجونه. بالنسبه لاجاييه، اجاييه اشتكى يوم الاربعاء اللي فات من شد في العضله الخلفيه، وبناء عليه بكره ان شاء الله هيخضع لكشف طبي عشان الجهاز الفني والطبي يشوفوا امكانيه انه يلحق مع بالفريق في مباراه الجونه ولا لا. شريف الحمد لله طمنا عليه بشكل كبير، واعتقد انه شريف يعني قدم موسم اكتر من رائع، اكيد هو نفسه عايز يرجع بسرعه جدا. اعتقد كمان انه الجهاز الفني لو شايف انه مش فت او مش جاهز بالشكل الكامل، ما اعتقدش انه هيغامر بيه في مباراه الجونه، لكن الجهاز الطبي بياكد على سلامته بنسبه كبيره. النهارده كمان من اخبار الهاندبول، ابطالنا وصلوا من ساعات يمكن للمغرب عشان يشاركوا في بطوله ابطال الكؤوس، وان شاء الله الاهلي يبدا مشواره يوم 24. خليني اقول لحضراتكم عشان الناس اللي حابه تتابع المواجهات، هتبتدي يوم 24 من شهر اغسطس طبعا، يوم 24 الساعه 6 بتوقيت القاهره هتكون المواجهه الاولى امام فريق ريما النجيري. المواجهه الثانيه هتكون امام ريد ستار الايفواري، وهتكون يوم 26 اغسطس في تمام الساعه 6 بتوقيت القاهره. اما المواجهه الثالثه فهتكون امام فاب الكاميروني، ودي هتكون يوم 28 اغسطس برضو في نفس التوقيت الساعه 6 بتوقيت القاهره. هاخدكم للقطات حلوه كده جبناها لحضراتكم في السادسه النهارده، تحديدا من الدوري الالماني، فريق لايبزيج في مواجهه شتوتغارت. الماتش ده خلص بسكور تقيل، خلص بنتيجه 4-0، بس الجونين الثاني والثالث تحديدا الحقيقه حبيت ان انا اشاركهم مع جمهور السادسه. ده طبعا لايبزيج بالتيشيرت البيضاء، ده الهدف الاول، تسديده صاروخيه الحقيقه من واحد من مدفعجية الدوري الالماني، شوطه من بره ال 18 مش عشان يسجل اولى اهداف لايبزيج. ده الهدف الثاني الحقيقه تيم ورك ولا اروع، تيكي تاكا المانيه المره دي. والحقيقه لايبزيج عودنا دايما انه بيلعب كوره حلوه وكوره ممتعه، على الرغم من انه من الصعب انك تشوف النوع ده من الكوره دايما في الدوري الالماني. الهدف الثالث شوطه بعيده جدا، شوطه بعيده المدى، ودايما احنا يعني كنا بنشوف دايما هنا طبعا كعب واسيست اكتر من رائع وفينش، وانت بتتفرج كده استمتع بالريبلاي واستمتع بجوده الصوره واستمتع بنقائها وبدقتها، وشوف انه اي اعاده بتحصل لاي هدف قد ايه كل شيء واضح، وكل كادر بينقل لحضرتك الصوره من زاويه واتجاه مختلف. طبعا كره اكتر من رائعه، واعتقد انه المهاجم بتاع لايبزيج في الكره دي التداخل بتاعه هو كان واحد من اهم اسباب خداع حارس المرمى او ثبات حارس المرمى، ما قدرش يتحرك وبالتالي الكره راحت. سيلفا احرز الهدف الرابع من ركله جزاء. نروح لنجم الريال اللي عدى عليه اجيال واجيال، ودايما كل سيزون بنسمع عن اشاعات عن رحيل كريم بنزيما واهتمام انديه كتيره جدا بشرائه. رحل
جاريث بيل رحل الأسطورة كريستيانو رونالدو وبقى كريم بنزيما في ريال مدريد. كريم بنزيما البالغ من العمر 33 عام بيجدد تعاقده زي ما حضراتكم شايفين مع الريال عشان يستمر الحقيقة واحد من ألمع النجوم اللي نجحوا في السنوات الأخيرة مع ريال مدريد. وأعتقد أنه ظهرت إمكانياته وظهر كإضافة كبيرة جدا لهجوم الريال خصوصا بعد رحيل رونالدو. في لعيبة كتيرة جدا عاشت في ظل نجوم كبيرة جدا ومجرد انتقال النجوم دي أو اعتزالهم ظهرت إمكانياتهم وظهرت قدراتهم بشكل كبير جدا. نفس الحال ينطبق على كريم بنزيما نجم ريال مدريد. نروح مع حضراتكم ونفكركم باخر حريف واحد من الكابيتانو الحقيقه واحد من امتع اللعيبه اللي متعت جماهير النادي الاهلي في مشوارها مع الاهلي وحقق بطولات كتيره جدا. سالنا حضراتكم وطلبنا منكم تختاروا افضل هدف احرزه حسام غالي في مشواره مع النادي الاهلي. نشوفه مع حضراتكم ونرجع لكم عشان نبدا حلقه الحريف النهارده. 8 دقائق اولى محاوله كروس باس بالنسبه لصالح الكرات العرضيه للاهلي مره اخرى تاني ماجد ناصر حارس المرمى. ماجد تكسب فيه كبير خطيره جدا يا ولد. الله هو حبيبي حبيبي قلبي حسام غالي يا ولد. الله 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 كفاني 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 كفاني. لكن على طول يتالق حسام غالي. شوف الهدف عند دول غير الهدف عند الناس دي لحسام غالي تاني. بص اللعيبه بص اللعيبه يجمع اللعيبه رجل المهام الصعبه وكفاني النادي الاهلي. بص شوف حسام غالي لسه الاورجواي وكان بيلعب من يومين وهدف لكن كان طبعا ابعد من كده. انما شوف حسام غالي شوف القرار راحت له كوره بالراس وهو ده نجم النادي الاهلي وبرنس النادي الاهلي واستاذ النادي الاهلي وفنان من فنانين الاهلي. عالمي طبعا حسام مش محتاجين نتكلم عنه. اعتقد انه كل جمهور السادسه استمتع بحلقه الحريف مع الكابتن حسام غالي النهارده. جايبين لكم حريف جديد. تعالوا نشوف مين حريف النهارده. جيل العظماء بداية طبعا هو بينتمي لواحد من أقوى وأمتع أجيال اللي جت في نادي الأهلي الحقيقة. جيل زي ما قلت لكم في بداية الحلقة كان من أي مصر وأفريقيا كلها من المغرب. جيل كان بيدخل ينافس على أي لقب وعلى أي بطولة. بكلم حضراتكم عن الزئبقي، بكلم حضراتكم عن ملك الحركات، بكلم حضراتكم عن واحد من أشد وأقوى أسلحة النادي الأهلي فتكا في بداية الألفية الجديدة. محمد بركات الحقيقة لاعب لا مثيل له، كان عنده قدرات كبيرة جدا ومتنوعة جدا وهو لاعب الحقيقة لما باجي أتكلم عليك حريف لاعب فريد من نوعه. استغل يعني خفة حركته، استغل رشاقته، استغل سرعته ووظفهم بشكل كبير جدا عشان يكون واحد من أمهر وأحرف اللعيبة اللي جات في تاريخ النادي الأهلي. قبل ما أسيبكم تستمتعوا بأهم اللقطات الأهداف المراوغات الأسيستات الثروهات اللي قدمها بركات في مشواره مع نادي الأهلي، خلينا الأول نشوف أرقام ملك الحركات الزئبقي محمد بركات في مشواره مع نادي الأهلي ونرجع نستمتع بكورته. اللي يمكن يشوف بركات ودي رساله مهمه جدا الحقيقه للعيون والكشافين اللي بتختار مواهب. اللي يشوف بركات ممكن في البدايه يقول لك لا جسمه مش لعيب كوره، ممكن يكون عنصر القوه عنده مش موجود بشكل كافي. لكن تستغرب الحقيقه
رغم انه حجمه مش كبير جدا وقوته مش واضحه جدا، ما تقدرش تقارنه مثلا بلعيب زي وائل جمعه الصخره طبعا، لكن الحقيقه بركات في الملعب كان في منتهى القوه. لعيب اعتمد مش بس، يمكن كتير من الناس بتشوف انه بركات خفه حركته ورشاقته وسرعته هي مفاتيح قوته، لكن الحقيقه انا بشوف انه بركات كمان مظلوم في حته انه كان ذكي جدا جدا جوه الملعب، لعيب بيلعب كوره بدماغه، لعيب بيجيد التمركز بشكل كبير جدا، يجيد الاختراق بشكل عظيم جدا، عنده قدره على مراوغه اي لاعب، عنده قدره الحقيقه كمان في استخدام سرعته دي انه ينقل الهجمات بتاعت فرقته بشكل سريع جدا لملعب الخصم. طبعا انا هبتدي مع حضراتكم باهدافه، وانتم بتتفرجوا على اهداف بركات ناس كتيره جدا ما كانتش تعرف انه او اللي ما شافش بركات، انا بقول لحضراتكم بركات واحد من افضل اللاعبين اللي كانوا بيشوطوا، رجليهم الحقيقه تمتاز بقوه ودقه كبيره جدا على المرمى. ده واحد من اهدافه. طبعا الكره دي يمكن عشان غيرت اتجاهها، لكن بصوا كره زي دي مثلا استقبلها هاف فولي من على حدود منطقه الجزاء في الثمانيات زي ما بيقولوا. كره ثانيه دي دليل على فكره نقل الهجمه الحقيقه، والحقيقه يمكن مع مستر مانويل جوزيه اتفجرت طاقات بركات، ما تقدرش تحدد يعني في كل اللعيبه اللي احنا اتكلمنا حتى في حرفه النادي الاهلي كان مركزهم دايما معروف، لكن بركات من اللعيبه الجوكر، بركات من اللعيبه اللي تقدر او اللي لعب بالفعل في مراكز كتيره جدا. الكره دي تريد مارك او توقيع محمد بركات، القطعه دايما لجوه وانه دايما يحطها في البعيده، كان اهي يمكن بتتكرر تاني، ده ماتش مصر والجزائر بعد كده اتشهرت الكره دي طبعا بالار 2، لكن بركات الحقيقه كان واحد من اللعيبه اللي بيجيدوا الكره دي بشكل كبير جدا. وزي ما قلت لكم حتى لما كان بيلعب في الباك كباك يمين للنادي الاهلي كان دايما بيزيد وبيتقدم، وكتير من اللقطات بتلاقي انه موجود في مركز المهاجم، وبالتالي عنده قدره انه يجي من ورا باكات الفرقه اي فرقه او اي خصم النادي الاهلي ويخلص الكوره. واحده برده من تصويبات بركات الصاروخيه، رجله اليمين الحقيقه ما كانتش بتهزر، على الرغم طبعا من انه يمكن يعني ما تحسش ان هو من اللعيبه الشويطه او اللعيبه المدفعجيه، بكلمكم على لعيبه مثلا طراز كابتن طاهر ابو زيد، كابتن محمود ابو الذهب، كابتن خالد جدالله وغيرهم من المدفعجيه الكبار، لكن الحقيقه بركات رغم انه حجمه ما كانش كبير او ما يبانش عليه انه لاعب قوي او صاحب تصويبات قويه، لكن كتير من اهدافه اعتمد على التصويب من بره ال 18. خلينا نروح بقى للمهارات، لانه دايما معروف انه الزئبقي او مشهور عنه انه ملك الحركات. بركات كان من اللعيبه، خد بالك في الكوره وفي الملعب على مستوى المحترفين طبعا، لما بتنجح في انك انت تراوغ او تتجاوز لعيب بيبقى يعني بتحاول دايما تسبق وما تخلوش يلحقك، او بتحاول ان هو ما يحصلكش عشان ما تبذلش مجهود في مراوغه ثانيه، ده طبيعي جدا. بركات لا، بركات اهلا وسهلا، اهلا بيك، هعديك وهتحصلني، هجيبك وهعديك مره ثانيه. وكان عنده ذكاء كبير جدا، خفه حركته الحقيقه شكلت جزء اساسي من مهارته. كان عنده قدره على الخداع والاختراق، يعني زي ما الكره اللي حضراتكم شايفينها بيعدي ده مش شيء سهل على فكره، اللي بيعمله بركات بشكل يظهر لك او يبين لك انه الترقيص والاختراق بالسهوله دي، لا ده شيء في منتهى الصعوبه، مش اي حد عنده القدره انه يعمل ده. السرعه واللعب على الرجل الثابته وانك انت تاخد الكره مره واثنين وثلاثه وتخلص فيها بالشكل اللي بيعمله بركات ده، اللعيبه كتيره جدا ما تقدرش تعمله حتى لو كان عندها المهاره. ودايما زي ما متفقين اللعيبه اصحاب المهارات اللي ربنا بيديهم الموهبه الفطريه القدره على المراوغه دي، دايما مش بيبقى عندهم القوه والسرعه، لا بركات الحقيقه ربنا ميزه بالاثنين، القوه والسرعه مع طبعا عنصر المهاره والقدره على الاختراق. طبعا ماتشات اهلي وزمالك كتير، ويمكن ديربي الاهلي والزمالك شهد اجمل فترات واجمل لقطات، يعني احنا بندور لبركات على اللقطات الحلوه، كان دايما الحقيقه اغلبها جاي من دربيات الاهلي والزمالك في فتره طبعا سيطر فيها الاهلي على افريقيا وعلى الكره المصريه وحصد تقريبا كل القابها وبطولاتها. وطبعا اول مشاركات كاس العالم للانديه وبرونزيه كاس العالم مع النادي الاهلي، جيل عظيم الحقيقه. ويمكن كمان اللي ساهم من 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 تفوق بركات الحقيقه وجوده في الجيل ده، وتحديدا كمان انه كان بيشكل ديو محترم جدا مع ابو تريكه. بص الثرو باس هنا اكتر من رائع، برضو تحس انه ملكات البلاي ميكر، ملكات اللاعب اللي عنده القدره انه يبقى شايف حافظ فرقته
قادر يحركهم، قادر يدي الثرو باس بشكل غير متوقع في أي جزء من الملعب. دي برضو واحدة من الملكات اللي تمتع بيها محمد بركات. طبعا مع منتخب مصر كان ليه صولات وجولات، رغم انه كان فيه كلام كتير جدا، لكن اعتقد يعني انه مشواره مع منتخب مصر كان مفترض يكون افضل من كده، لكن لحسابات كتيره جدا كانت بصماته مع النادي الاهلي اكتر بكتير طبعا من بصماته مع المنتخب. طيب خليني اسيبكم مع اللقطات دي واطلب منكم برضو زي ما بطلب في كل حريف تختاروا افضل هدف من الاهداف اللي سجلها محمد بركات حريف الأهلي في السادسة النهاردة على صفحاتنا على مواقع التواصل فيسبوك تويتر وإنستغرام. حاجة بما أنه حريف النهاردة في السادسة كان محمد بركات الزئبقي، أنا نسيت أقول حاجة مهمة جدا، يعني بعيدا عن أنه سلاح فتاك وبعيدا عن أنه كان يعني لعيب من طراز نادر ومهاري وكل اللي انتوا سمعتوه في السادسة ده قصة، وانه دولاب بطولات، يعني لما تروح تزور كابتن محمد بركات في بيته كده وتقول له فرجني على دولاب بطولاتك وميدالياتك، تلاقي انه محمد بركات دولاب بطولاته اكبر من كل اندية افريقيا بمراكز شبابها بانديتها بدورياتها، بقول زي ما تقول يعني الانجازات اللي حققها محمد بركات في فترة لعبه النادي الاهلي تفوق كل اندية القارة الافريقيه. مره تانية اهلا وسهلا بحضراتكم في السادسه، واتكلم شويه عن جمهور نادي الاهلي مع واحد من نجومه الحقيقه كابتن احمد عبد الفتاح، ضفنا النهارده في السادسه في وقت الحقيقه زي ما كنت بقول محتاجين دور كبير جدا ودعم كبير جدا من جمهور النادي الاهلي عشان نحقق اهدافنا الكتير جدا اللي جايه في الفتره اللي جايه. كابتن احمد مساء الخير وبشكر وجودك معانا في السادسه النهارده. مساء الخير يا ابو حميد، وانا مبسوط طبعا اني موجود معاك النهارده وعلى قناتنا الغاليه طبعا. ايه اللي تحسه النهارده كابتن احمد فرق بين جمهور النادي الاهلي اللي انت كنت في التوقيت اللي انت كنت بتلعب فيه في النادي والجمهور النهارده بقى مع الاختلافات الكتيره والرصيد الكبير من الانجازات اللي حول النادي الاهلي؟ والله لما اتفرجت على الاعداد كان عامل الجمهور لمحت عم حسين. عم حسين ده علامه من جمهور النادي الاهلي. ايوه الله يرحمه وندعي له كلنا ونقرا له الفاتحه. راجل وكنت اولا وانا عندي 12 13 سنه كنت بخش الدرجه الثالثه دي اتفرج على الماتشات في الاستاد، اللي يقعد جنب عم حسين ده بيبقى موضوع ثاني خالص. تفضل تشجع من اول مباراه لاخر، بيبقى ظهره للملعب مش شايف الملعب، وطول المباراه الاهلي كسبان خسران عم حسين ده بيشجع النادي الاهلي. فتربينا على ايديه ازاي نشجع النادي الاهلي، تربينا على ايديه انتمائنا للنادي الاهلي. غير طبعا بقى لما دخلنا بقى النادي الاهلي ولعبنا في النادي الاهلي الموضوع مختلف تماما. بعد كده بقى ظهرت بقى التشجيع بطرق مختلفة، الالتراس بدأ يخش وكل واحد بقى الثقافات بتختلف. أيوة. لكن كله طبعا في الآخر انتمائك للنادي أو حبك للنادي وطريقة تشجيعك للنادي بتختلف من بني آدم للتاني. أكيد طبعا. بس في كابتن أحمد نقلات نوعية حصلت. أكيد. يعني الأهلي طول عمره يعني أنت بتتكلم مثلا عن إنه نادي الزمالك السنة دي الأقرب حتى اللحظة للتتويج بلقب البطولة ال 13 في تاريخ. البطولة ال 13 دي حال الأهلي سنة 76. بالظبط. فأنت بتتكلم على مشوار من الإنجازات، خد بالك كمان إنك وأنت بتخلق قواعد جماهير جديدة في ناس اتخلقت او يعني بتتولد وبتشوف النادي بتاعها بياخد بطولات. أيوة. دي بتزود جماهيرك. كاس عالم بتزود جماهيرك طبعا. طبعا مش بس أكيد. بتزود جماهيرك كمان بتغير شويه في ثقافه الجيل الجديد. اكيد انك اتعودت على بطولات. انا كنت بقول لك بقى في النهارده في بدايه الحلقه ايه، انه في ناس بتقول لك حاله جماهير نادي الاهلي دي لابد انها الكلام ده بجد مش فعلا. مش انها تدرس ازاي جمهور مكتسح كل هذه البطولات وزعلان بهذا بالظبط كده، زعلان على بطوله لسه ما ضاعتش يعني في علم الغيب. بالظبط هو ده اللي انا مستغرب له فعلا. الكوره في العالم كله ما فيش نادي بيخش بطولات او في اي دوله بياخد كل البطولات. ايوه صعب جدا، حتى كمان الجمهور بتاعه عنده الثقافه ان هو لا عادي جدا يا رب ناخد بطوله الدوري يا رب ناخد الكاس، لكن انت عودت جمهورك على كده، عودت جمهورك انك بتاخد دوري وكاس وافريقيا وكاس عالم انديه بتاخد ثالث، خلاص جوه الجمهور نفسه بقى عنده الطموح ده، مش قادر يقبل المركز الثاني، مش قادر يستحمل ان هو يفشل في حاجه. ودي هي دي بقى خلاص ضريبه اولا لعيبه النادي الاهلي زائد ضريبه جمهور النادي الاهلي. لكن فعلا مجهود كبير جدا اتعمل السنه دي او نقول على مدار موسمين، اللعبة دي
عملت جهد كبير جدا، فرحتنا كتير جدا. لو نتكلم على البطولات، 2 افريقيا، كاس مصر، دوري عام افريقيا، سوبر افريقيا، ثالث عام سوبر افريقي، يعني كل البطولات اللي دخلتها خدتها. فبرضه لحد دلوقتي لسه الكره، بنقول كره في الملعب بس، يعني حتى لو حصل خلاص اللعيبه دي ما اثرتش في حاجه. مفيش فرقه في العالم بتخش كل البطوله بتاخدها. صحيح، متفق معاك في ده، بس انا دايما يعني زي ما الاهلي عودنا الحقيقه، هي دي، ان احنا نبقى باصين لقدام. الاهلي عنده مشوار بطولات صعب وملغم، يعني المشوار ما انتهاش بالظبط. احنا بنتكلم على اجهاد، بنتكلم على تلاحم مواسم، بنتكلم على ضغط مباريات عنيف جدا يمكن ما حصلش في التاريخ كله بالظبط. السيزون ده ما اعتقدش انه حصل قبل كده، واذا كان فيه او اذا كان اتكرر قبل كده يا ريت حد يفكرني، بس انا اعتقد انه حاله الضغط دي أكيد. وتوالي أكيد. الماتشات وعدد المباريات اللي لعبها الاهلي في مقارنه بالتوقيت اعتقد انه ما حصلش طبعا. اللي جاي اصعب يا كابتن احمد، وبرده حضرتك مدرب وتقدر تقول لنا، واشتغلت بره مصر وجوه مصر، تقدر تقول لنا النموذج الامثل. انا عندي السنه الجايه على مستوى المنتخبات عندي حاله ضغط ومشاركه في 3 بطولات، عندي كاس عرب، عندي أمم أفريقيا، وعندي لو تأهلت كاس عالم، لأن كمان عندي مشوار تصفيات كاس عالم، وعندي أهلي، عندي كاس عالم أندية في شهر 12، كاس مصر، وعندي كاس عالم أندية، وعندي سوبر أفريقي ودوري أبطال جديد بالظبط. فبالتالي الدايلاما اللي احنا عشناها السنتين ما انقطعتش خلاص. أكيد أكيد. الشكل الأمثل من وجهة نظرك إزاي أنت تتعامل مع المعضلة دي؟ هيبقى في تدعيمات بالتأكيد للفريق، ممكن يبقى في راحلين، ممكن يبقى في قادمين، لكن هتظل نفس الدائره المفرغه اللي احنا عشنا فيها اخر موسمين مستمره. بص احمد، اولا في مش عايزين ننكر ان بعد الفوز ببطوله افريقيا في حاله من التشبع وسط اللعيبه. لعيب كل اللعيب ده بني ادم، النجاحات الكتيره بتخليك جات له حاله من الارتخاء شويه. مع في مشكله حصلت لنا او ممكن تحصل في اي جهاز فني، ان مستر موسيماني كان مركز على مجموعه من اللاعبين، ان انت عندك بطوله افريقيا بس ماتشات ورا بعضها، فكان حتى المجموعه اللي ما بتلعبش كانت بعيده شويه. لو كان في دوري وفي بطوله افريقيا ممكن كنت تعمل روتيشن، فاللاعب اللي بره بيبقى واخد وخلاص رجليه في الملعب. انت بعد ما رجعت من بطوله افريقيا بقى عندك مجموعه من اللعيبه مجهده ومجموعه من اللعيبه بقالها كتير ما بتلعبش. ايوه، تيجي تدخل مجموعه اللعيبه اللي بتلعب، اللي عايز تريح بتدخل اللعيب البديل، اللعيب البديل محتاج وقت شويه. عندك مراكز معينه البديل فيها بعيد عن اللعيب الاساسي، وده اللي حصل. مثلا بنتكلم اجايه بقاله فتره طويله جدا كان ما بيلعبش، بدا يلعب مستوى غصب عنه، الاصابه مع البعد عن المباراه خليته خدت وقت عقبال ما يرجع. هو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل فيه تفاوت بين بعد بطوله افريقيا وماتشات الدوري مع كل 3 مباريات. انا سمعت مقوله من كابتن سيد عبد الحفيظ، قال انا احنا غلطانين ان احنا وافقنا على الجدول ده، على الجدول ده. فعلا ده ضرنا مش افدنا، لان مع لعيبه راجعه مش قادره مجهده جدا. كل 3 ايام بقى لها سنتين ما ريحتش، كل 3 ايام مباراه مع الضغط العصبي، بتلعب فرقه والفريق المنافس فارق عنك 12 بونت لان هو لعب ماتشات زياده، دي برضو بتولد عندك ضغط عصبي وعايز توصل انك انت توصل للمركز الطبيعي بتاعك، المركز الاول. ايوه، الضغط ومش بس كده، ده كمان الفرقه اللي بتنافسك او كل الفرق مريح اللي بتنافسك مريحين. يعني هو ده اللي بتكلم عليه، هو ده المشكله اللي احنا قابلناها. ايوه، مع مجموعه من اللعيبه اللي هي بعيده عن المباريات بدات تخش، طبعا مستواها بعيد لان ده طبيعي محتاج وقت شويه لغايه ما يخش في المباراه، وده طبيعي. جهاز فني ما عندوش حاجه، بدا يعمل روتيشن للعيبه بس الوقت ما اسعفوش، في بنات معينه التوفيق وعدم التوفيق. يعني لو فكرنا كده مع بعض، في بنات ضاعت مننا غريبه جدا فعلا، تقول لا هو فعلا في حاجه السنه دي او في حاجه في البطوله دي ربنا مش كاتب لنا البطوله. لو فكرت مثلا ماتش الجونه وهدف محمد نجيب اليوم في الدقيقه قبل 5 دقائق الاخيره، محمد نجيب الهدف اللي جه فينا في بيراميدز، الخطا الغريب من محمد شناوي برده، محمد شناوي عامل موسم طبعا رائع. ففي حاجات كده حصلت تحس ان هي لا فعلا البطوله دي مش عايزانا. خليني الخص الكلام انت بتقوله كابتن احمد، ان في عوامل مباشرة احنا أكيد. مسؤولين عنها، أكيد. وفي عوامل غير مباشرة اللي هو الجدول وسيطرتنا بالظبط، سواء كان بقى جدول، سواء كان مش عارف تتفق ولا تختلف في موضوع التحكيم،
بس يعني انا برضو بشوف ان انا ما رضيتش اتكلم في موضوع التحكيم لان برضو انا بدخلها في جانب التوفيق من ناحيه ايه. انت ممكن يجي لك حكم انت بقى انت وتوفيقك الحكم يكون قراره في صالحك او قراره مش في صالحك او هو يشوف الكوره. يعني كلنا شفنا الهدف بتاع نادي ماتش الجيش, كل الناس اللي شافته وعاد الكوره عدت الخط. ان الحكم في الوقت ده يشوفها ان هي ما عدتش الخط والفار ياخد القرار في 20 ثانيه ده الغريب. ايوه يعني في العاب مثلا بنشوفها في الدوري تاخد 5 دقايق. صحيح انا كنت بحلل الماتش ده في الراديو. ايوه وبقول طب هو ليه الفار ما عادش يشوفها مره واثنين وثلاثه؟ في العاب معينه بتقعد دقيقتين ثلاثه, ليه 20 ثانيه؟ ففي حاجات غريبه برضو. وارجع اقول ايه, التوفيق جالك في حاجه زي كده, التوفيق جالك في حكم ما ياخدش قرار في صالحك. ايوه ف يعني اقول ايه, بص هو موس يعني بطوله وعدت. انت عارف يا كابتن احمد, انا ممكن احس ان الاخطاء التقديريه ايوه مقبوله لما تبقى مره اثنين ثلاثه على مدار موسم. لكن لما اجي امسك ورقه وقلم, امسك ورقه وقلم واشوف انه الاخطاء اللي ضرت نادي الاهلي كانت عدد اللي بنقطه قد ايه. لا نادي الاهلي ضر كتير جدا. انا اسف جدا, الموضوع مش يعني مش تقديري, او الموضوع مش يعني يعني ممكن انا بعض الاخطاء رجعتها مش للحكم نفسه, رجعتها لضعف التقنيه الفار, تصوير التقنيه كمان محتاجه اخراج جداً. بشكل معين محتاجة كاميرات عدد معينة. كاميرات بالزبط. موجوده في الملعب محطوطه بشكل معين, محتاجه كواليتي صوره بتطلعها الكاميرات او بتنقلها الكاميرات. احنا لما بنشوف مثلا, احنا هنا طبعا بنغطي الكره العالميه في السادسه, لما بجيب ماتشات من بره واشوف الريبلاي في الدوريات الكبيره, انت فرق 20 سنه ورا طبعا. يعني عندك فرق 20 انت سنه ورا, انت في درجه الوضوح والاضاءه والكواليتي بتاع الصوره في حته ثانيه خالص. بص انا عايز اقول لك حاجه, في مباريات معينه بتختلف. يعني مثلا النادي الاهلي او نادي الزمالك بيلعب مباراه, عدد الكاميرات ها بيبقى اكتر من عدد المباريات مثلا ما بيلعب المقاولين بيلعب المحله مثلا. فانت تلاقي في مباراه الاهلي او مباراه الزمالك عدد الكاميرات, فممكن التقنيه بتبقى حلوه, الزوايا كلها الكاميرات جايباها, لكن في مباراه تانية الحكم بيتعذب عشان يشوف الكوره وبياخد قراره بيتفرج عليها 3 4 5 دقايق عشان ياخد قرار. فلا في حاجات وقياسا يعني بده الحقيقه برضو يعني, ودي نقطه مهمه جدا لابد نذكرها لانها نغمه يعني انا اسف يعني مش مقبوله. الناس اللي بتقول انه اول ما تم تطبيق الفار في مصر في الدوري المصري الاهلي فقط الدوري, الحقيقه هو الفار بيتكلم معمول السنه اللي فاتت. لا ومش فاهم, مش فاهم يعني مش فاهم باي منطق. يعني ازاي انت حللت لنفسك الطرح بالشكل كده؟ طب ما هو الاهلي شارك في بطوله افريقيا, البطوله دوري الابطال بالزبط. البطوله الاكبر اللي بتضم ابطال القاره الافريقيه, والفار الحقيقه ما اعتقدش انه خدم الاهلي في اي لحظه من اللحظات. بالعكس يمكن ضررنا في بعض الماتشات. صحيح بالظبط. ورغم كده توجنا ببطولتين, النجمه التاسعه على حساب الزمالك والنجمه العاشره على حساب كايزر تشيفز. الاهلي لما شارك في كاس عالم انديه بالزبط. يعني مع فيفا اكبر حاجه او جهه او مكان مسؤول عن كره القدم في العالم, وشارك مع ابطال القارات مش ابطال دول, ابطال القارات, والفار اعتقد انه بص احمد بص, هو اي حد مش هقول فاشل او هقولها بطريقه تانية, اي حد راسب في امتحان لازم اجيب اسباب غير ان انا ما اديتش اللي عليا. فهجيب الاسباب في اي حاجه تانية. هقول الاسباب ان ده نادي الدوله, ده الحكام معاه, ده تسمع النغمات دي كتير. لكن دلوقتي والنادي الاهلي خسران نقول بنسبه يعني أيوه. كبيره خسران, خلاص ما حدش بيتكلم في النقطه دي. يعني اتكلم في نقطه ايه, لا الفار, شفت بقى الفار اول ما جه مش عارف. هي نغمه عشان الفشل اطلع اعمل شماعه للفشل ده. ايوه لكن اي حد بيبقى ناجح ما حدش بيتكلم خالص, ما حدش بيسكت خالص, وركز في البطولات اللي بعد كده. ده اللي احنا عايزين. انا ما عنديش مشكله نهائيا انك انت يعني تعالج عجزك او تتوه جماهيرك على شماعات كتيره جدا. ايوه هي لكن هي بتنغمه كل الدنيا. انا مشكلتي انك انت تعلق ده على شماعه نادي تاني. يعني انا قصه فشلك في شيء, في تحقيق شيء او عدم نجاحك في تحقيق بطوله او الى اخره, انك تقول والله التحكيم وقف ضدي او تقول انه ما تجيبش سيره المنافس خالص. بالظبط كده. هو ده اللي بتكلم فيه. هو ده اللي بتكلم كمان على صفحتي على الفيسبوك. ما باجي اتكلم بتكلم على فرقتي بس,
بشجع فرقتي بس. لما اجي بقى اشوف النادي المنافس ما بيتكلمش على فرقته وليشغله المنافس ليه؟ شجع فرقتك، افرح مع فرقتك، اكسب، انت كسبت. ليه بتقعد بقى تفكر في النادي الاهلي انت خلاص يعني خليك مع فرقتك. انا طيب. عايز كده، عايز اتكلم معاك كوره، وابتدي من المصري امبارح اللي يمكن تكون بدايه اللي جاي، واللي جاي شاغلني قوي هتكلم معاك فيه طبعًا. بالتفاصيل، بس خلينا اسمح لنا نروح لفاصل سريع ونرجع فضل. نكمل كلام فضل. مره تانية اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا يعني الجزء ده من كلامي مع كابتن احمد عبد الفتاح هركز فيه اكتر على اللي جاي، واللي جاي مش بس جونه، يعني انا عايز اروح لابعد من كده، لانه الحقيقه اللي يتخيل انه بانتهاء الدوري الاهلي او لعيبه النادي الاهلي هتاخد نفسها مخطئ، واعتقد انه علامه الاستفهام الاكبر اللي على مستر موسيماني انه يشتغل عليها هيعمل ايه الفتره اللي جايه، ويمكن مش هبالغ لو قلت السيزون اللي جاي بالكامل، لانه الاجنده في منتهى 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 الازدحام. خليني مع كابتن احمد بس، طبعا حضرتك عارف ان احنا في سادسه بندي الفرصه للجمهور انه يختار افضل ثلاث لاعبين في كل مباراه، فهنستعرض مع حضراتكم اختياراتكم في مباراه طلائع الجيش. ما كانتش اعظم حاجه في مشوارنا السنه دي، لكن ندي لكل لعيب حقه الحقيقه. في المركز الاول كان باكتساح الحقيقه وباجماع الجمهور محمد الشناوي نجم النادي الاهلي ونجم مصر. في المركز الثاني كان محمد مجدي قفشه المتالق بشده في الفتره الاخيره، وفي المركز الثالث كان رامي ربيعه بعد منافسه قويه جدا مع حسين الشحات. اقول لك الجدول وصل لفين يا كابتن احمد. في المركز الاول ما زال اليو ديانج، رغم انه يمكن بعيد شويه الفتره الاخيره، لكن في المركز الاول برصيد 34 نقطه. محمد مجدي قفشه سرق الشناوي، والله سرقه بنقطه واحده، وفي المركز الثاني برصيد 32 نقطة. الشناوي بيرفع رصيده بالثلاث نقاط دي ل 31 عشان يضمن فرصته على المنافسة ويستمر في الثلاثي المتقدم أو يعني بيحتل صدارة الترتيب. بيجي وراهم في المركز الرابع محمد شريف الغائب في آخر مبارتين برصيد 26، وراهم أكرم توفيق اللي طلع بسرعة الصاروخ الحقيقة، يمكن أسرع لعيب تقدم في الجدول الموسم ده كان أكرم توفيق في المركز الخامس برصيد 23 نقطة. تتوقع ممكن قفشة يعمل القضية ممكن يبقى الأول؟ يبقى سرق عملها، يبقى خطف. أصل إيه؟ أنا عايز أقول لك المنافسة طول السيزون ديانج والشناوي، ديانج والشناوي. طب أنا بقول لك كده قفشة شريف وقفشة ابتدوا اللحظات الأخيرة يتسحبوا كده سنة بسنة ويقربوا، هوب لقينا قفشة راح إيه داخل راكب مركز تاني. بص يا كابتن أحمد، قفشة أنا من وجهة نظري لما بيكون فايق النادي الاهلي كله بيبقى فايق. لما بيكون مكسل شويه تحس النادي الاهلي برضو كده مكسل معاه. قفشه لعيب مهم جدا جدا في اداء. طب دول اختيارات الجمهور يعني الخمسه دول، طبعا القائمه لسه طويله، في لعيبه عندها قدره انها تنافس يعني. لكن لو قلت لك اهم خمس لعيبه من وجهه نظر كابتن احمد في الموسم ده للنادي الاهلي، احنا نسينا لعيب مهم جدا بدري بانون. بدري بانون جدا مميزه جدا، 16 نقطة، ويمكن عشان ما اشتركش في كذا ماتش كده رجع شوية، بس هو سابع او ثامن تقريبا، عامل دور مهم جدا 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 في دفاع النادي الاهلي. وغيابه بتقولهم بالترتيب، غيابه لا مش ترتيب ان هو الافضل، لا انا بقول الاهم خمسة المهم مهمين. اول واحد بتكلم بدري بانون، طبعا الشناوي من الاول عشان خط الشناوي، بدري بانون، السولية، محمد شريف، حسين الشحات، وقفشة طبعا، وحسين الشحات. اوكي، اتكلم ست لعيبه. طيب اكلمك شويه على ماتش المصري امبارح، بما انه كان اخر لقطه للنادي الاهلي وقدم فيه عرض مع منافس محترم جدا. أكيد. مصري الحقيقه السيزون ده من اقوى الفرق اللي موجوده في الدوري. شفت الجيم ازاي وشفت الاداء اللي قدمه النادي الاهلي والسكور اللي حققه مع المصري ازاي؟ بص، في حاجات قبل المباراه لما تيجي تتفرج على المباراه وتراجع مثلا اداء المنافس، هو المنافس ليه كده؟ النادي المصري ليه كده؟ تبدأ تعمل فلاش باك على المباراة اللي قبليها. النادي المصري غير النادي الأهلي وغير نادي الزمالك، الأندية الكبيرة ما عندوش اللعيبة اللي هي الاحتياطي زي اللعيب الأساسي. يعني هو بيشتغل مثلا مع 12 13 14 لعيب مستواهم هو ده اللي بيلعب عليهم. لعيب غاب أو اتنين أو لعيبة عنده مجهدة تعملك مشكلة كبيرة جدا. النادي المصري المباراة اللي فاتت كان بيلاعب سموحة قبليها بثلاث ايام، مباراة صعبة جدا 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 وفيها كمية جري غير طبيعية، وكان بيلعبوا على مركز مين اللي يقرب سموحة تقرب من المصري او الاثنين بينافسوا بعض في الجري بالظبط كده، والماتش خلص سموحة قدر يكسب في الاخر. جه يلعب النادي الاهلي قبلها ثلاث ايام، عمل الشوط الاولاني مباراة رائعة
مصر كان ليد قوي جدا الشوط الاولاني مع هرجع اتكلم في الاخطاء الدفاعيه الساذجه اللي بنعملها لعيبه النادي الاهلي او خط ظهر النادي الاهلي. يعني مثلا لو بصيت للهدف بتاع عمر كمال عبد الواحد خطا معلول في الكره دي غريب جدا يعني ما يعملهاش اي لعيب حتى لسه مبتدئ. بس ده بيرجع لايه؟ للاجهاد. انت لما بتكون مجهد تركيزك بيبقى اقل. فالشوط الاولاني خلص 2-2 فرقه المصري. الشوط الثاني فرقه ثانيه خالص. احمد رفعت مش هو، عمر كمال عبد الواحد مش هو، عندهم لخبطه في نص الملعب. انت كنت ممكن الشوط الثاني تعمل نتيجه تاريخيه مع المصري بعد ما وصلت 4-2 كره محمد هاني اللي في العارضه وانفرادات كانت بالجمله. انت كلاعب النادي الاهلي لو مركزين 100% كان النتيجه اللي هتخلص المباراه دي 6-2 على الاقل. سؤال جاي لك على الهوا، بما انه حلقه النهارده الحريف معانا كان الزئبقي محمد بركات، في ناس كتير جدا بتشوف انه الشحات شبه بركات او انه لعيب من ناحيه بيتهيألي يمكن طبعا من ناحيه التكوين قريبين جدا من بعض، لكن أكيد. اسالك على مستوى الكوره، شايف الشحات نفس المدرسه نفس الطريقه بتاعته؟ بص هو شحات قريب لما بيكون في مستواه الفعلي. في فتره معينه كان الشحات كان مش هو الشحات، دي برضو يرجع للعامل البدني لحاجات نفسيه، عدم دعم جمهور النادي الاهلي في وقت من الاوقات وقويل كتير ان الشحات جيب مبلغ كبير وما ادناش. لا الشحات عمل كتير وواخد بطولات كتيره مع النادي الاهلي، ولما فعلا لما بيكون في مستواه الطبيعي لا طبعا تقدر تقارنه ببركات. البركات طبعا من اللعيبه اللي في تاريخ النادي الاهلي ما تتنسيش. لا حسين الشحات قريب جدا من اداء بركات. بيعرف يجيب جون، بيعرف يشد الفرقه، بيعرف يوصل، بيعرف مهاري، بيعرف يشتغل في حاجات المساحات الضيقه. في حاجات كده فعلا تشبه في اداء البعض. بالظبط. مين افضل ثلاث لاعبين في مباراه امبارح من وجهه نظرك؟ نتكلم اولا عجبني السوليه جدا لما رجع بعد المباراه ما نجيش. طب اكيد السوليه. بص السوليه بيعمل ترابط بين خط الظهر والمهاجمين وبيعرف يكمل مع المهاجمين، لكن اداء حمدي فتحي وديانج اداهم الاثنين قريب من بعض، انك تقطع الكوره وتستخلص الكوره كتير وتستلم الناس، لكن اداء السوليه مختلف. بيعرف يشغل الفرقه، بيعرف يتحرك مع الفرقه اللي قدام، بيعرف يشتغل في الكور الثابته، بيلعب دماغه كويس السوليه. وعجبني جدا برضو امبارح ياسر ابراهيم، عمل شغل كويس جدا بالذات الشوط الثاني. كان في لخبطه شويه في الشوط الاولاني لكن عمل جهد قوي جدا. وعجبني جدا اللي استغربه محمد هاني لما نزل. محمد هاني التغيير بتاع تغيير اكرم. بالظبط كده. الواحد كان قلقان محمد هاني بقاله فتره ما بيلعبش، لكن فعلا ادى دور كويس جدا وطمنك لما بيكون حد غايب ما تقلقش عندك البديل. دي حاجه مهمه جدا على فكره. لا هو اكرم سخنه برضه. طب دي حاجه مهمه جدا. هو ده الشغل، انك انت في كل مركز يكون عندك واحد واثنين، والتنافس بيوصل الفرقه لمستوى عالي. يعني دلوقتي مثلا لما كهربا بدا يخش، كهربا دلوقتي لما تحسب عدد الاجوان كهربا جايب 8 تجوان مع عدد المباريات القليله اللي بيلعبها، يعني جايب زي بالظبط زي حسين الشحات. فالمنافسه دي كويسه جدا، انك انت اللعيبه اللي بتلعب يفكر لا كهربا عايز يلعب، لا صلاح محسن مثلا بيشد حلو عايز. هي دي المنافسه. بمناسبه كلمه تباين دي، ماتشات الاهلي بيسيطر، بيخلق فرص، بتحس انه الطرف الاخطر طول المباراه وما بيسجلش، وماتشات تانية وبتبقى ماتشات صعبه، يعني مع فرق انت بتتكلم على سموحه والمصري مثلا على سبيل المثال، سموحه والمصري من اقوى فرق في الدوري، تلاقي الماتش غزاره في التهديف وصناعه التباين ده. هقول لك السبب. التباين ده في طريقه لعب الفريق المنافس. انت عندك مشكله، مش هقولها مشكله طبعا، انا بتكلم كوجهه نظر انا. اي مدير فني بيجي يحط خطه بيكون حاطط خطه وخطه بديله. اداء النادي الاهلي مع مستر موسيماني بيعتمد على الاختراق من القلب واللعب القصير، قفشه، محمد شريف، السوليه، حسين الشحات، الحاجات الصغيره دي، طاهر محمد طاهر. لما تيجي فرقه بتلعبك زي نادي الجيش، منطقة. زي المقاولين، دفاع منطقه، بيتضايقك شويه. ايه الخطه البديله بقى ساعتها؟ الكوره العرضيه. انت ما عندكش اللعيبه المميزه في الكوره العرضيه قوي. انا عندي معلول وعندي لا مين اللي بيكمل غير بواليا بس؟ ايوه اللي بيلعب اللي بيخلص يعني هي دي. هي دي
بوليا يعني مثلا ماتش الجيش، انا طبعا من وجهه نظري بوليا بدا المباراه الجيش بيلعب باسلوب معين، وفي الاخر هتعتمد اخر 10 دقائق كده تلعب كل اللعب العرضي. فمستر مسامح مغير الحاجه المميزه اللي فيك بوالي. ففي اوقات معينه في خطه وفي خطه بديله. سموحه بقى والمصري الفرقه دي بتلعبك بتهاجمك فبيجي المساحه، فبتعرف المباراه تحس المباراه سهله. اي فرقه بتلعب النادي الاهلي جيم مفتوح ثق تماما النتيجه تبقى صالح النادي الاهلي. طيب اروح معاك لماتش الجونه. ماشي. عموما يعني برضو يعني وبصرف النظر عن حسابات البطوله، الماتشين اللي فاضلين للاهلي في الدوري تلعبهم ايه؟ تريح الناس المستنزفه، الناس اللي مجهده عشان تبقى جاهز للي جاي بالظبط، ولا تدوس باقصى سرعه وتعتبرهم بروفا مثلا لسوبر افريقيا مع رجاء بيضاوي؟ لا لا لا، محتاجين نريح، محتاجين انت تريح. مجموعه من لعيبه معينه أي. لازم تريح. المباراه دي والمباراه الجايه هتفرق كتير جدا مع لعيبه كتير، او ممكن مستر مسامح يقسمها لعيبه زي معلول، زي حسين الشحات، زي قفشه. المباراه دي المجموعه الثانيه برضو تريح، مهم جدا. اذا كان حمدي فتحي، اذا كان السوليه، لازم تبدا تعمل روتيشن، لازم اللعيبه دي تريح. انت تفكر في اللي جاي، انت عندك حاجات صعبه جدا. ما تخافش مثلا ان الزمالك يعطل في الماتشين اللي فاضلين؟ ما توقعش. باين التوفيق مش معاك. انت بتكسب وكده، لكن التوفيق باين. الزمالك بيكسب بقاله 8 9 ماتشات، في توفيق معاهم، في توفيق. اذا كان توفيق في اداء اللعيبه، اذا كان توفيق في قرارات الحكام، اذا كان توفيق في حاجات كتيره جدا، خلاص بانت. انت بقى تفكر في اللي جاي، انت تفكر في اللي جاي. انت عندك مباراتين اسوان ومين تاني هنلعب؟ مين المباراه الجايه؟ الجونه وبعدين اسوان. انا شايف ان لو تدي برضو لعيبه ما بتلعبش تخش، لانك هتحتاجهم في المباريات اللي جايه. كاس مصر عندك قوي جدا، انت لسه عندك 3-4 ماتشات برضو تقال. ايوه. تخش بعد كده كاس عالم السوبر الافريقي، كاس عالم الانديه. احنا النادي الاهلي دلوقتي، جمهور النادي الاهلي البطوله دي زعلان كده، لكن هتيجي في بطوله تانية بعد كده، لا هتحس بقى بدا الناس تزمزق. فانت فكر في اللي جاي. انا يعني احساس ان لازم نفكر في اللي جاي، لازم نفكر. الجمهور الاهلي مش هيقبل غير كاس مصر، سوبر افريقي، وسوبر مصري. سوبر مصري ان شاء الله باذن وإن الله، وان شاء الله نتيجه كويسه في كاس العالم. اخذنا ثالث. ايوه. ليه بقى ما نفكرش بقى في المركز الثاني؟ هو قياسا على اللي حصل يا بتهادي، لو ما خدناش على الاقل ثالث، ما انت عودت الناس هتزعل، انت عودت جمهورك بقى، ده الطبيعي. هي دي المشكله، هي دي المشكله. انت بترفع سقف الطموح عند الناس، عند جمهورك، فبيبقى ده الطبيعي بالنسبه له، انك انت رايح كاس العالم. انا كمان مش بس طمعان في برونزيه، ده انا طمعان ممكن اقول لا مش فاضي. يعني مهم جدا على فكره برضو التدعيمات، احنا محتاجين فعلا تدعيمات. طيب هجي لك للتدعيمات، للبند ده. هجي لك للسكواد ككل، يعني بدون حتى ما نتطرق للاسماء، لانه الاسماء لسه عليها شويه، لكن السكواد بتاع الاهلي ككل، مدى كفاءته، مدى احتياجاته العناصر تدعمه. بس خلينا نروح لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا في سادسه مع كابتن احمد عبد الفتاح. طيب خليني ارجع لكم بخبر حلو. دايما الحقيقه السكواش المصري مفرحنا، وامتى السكواش بقى يخش اولمبياد؟ يعني بتهيألي السكواش ده لو دخل اولمبياد ندمن ميداليه، ميداليه مضمونه، 3-4 ميداليات. الحقيقه نور الشربيني الحقيقه بتكتب تاريخ جديد، وبتصعد لنهائي بطوله بريطانيا المفتوحه سكواش عشان تقابل اما نوران جوهر او هانيا الحمامي في نهائي مصري، عشان نضمن كده انه لقب البطوله يكون مصري. مبروك بطلات مصر، والحقيقه يمكن دايما الحقيقه السكواش رفع راس مصر في اي بطوله عالميه. عقبال الكوره يا رب، يا رب. نفسي كده اشوف مصر في دور او ليه مش 8، يعني ليه ما احلمش بال8 في كاس عالم مثلا؟ يا رب يا رب. وده حلم مش صعب، زي الهاندبول برضه، زي الهاندبول، زي الهاندبول بالظبط. نتكلم على لعبه جماعيه، هاندبول. نتمنى ان شاء الله كده، نتمنى. طيب خليني اكلمك على سكواد الاهلي. كنت يعني اعتقد انه موسم منتهي، خدت فيه بطولات كتير جدا، توجت تقريبا بكل الالقاب اللي انت دخلتها على المستوى المحلي، على المستوى القاري، على المستوى العالمي، حتى هعتبر برونزيه كاس العالم تتويج.
تقدر تقيم سكواد الاهلي تقول كفاءته بنسبه كام في الميه من وجهه نظر كابتن؟ ابتدي بالكفاءه الاول. نتكلم كفاءه نتكلم في نسبه لا تقل عن 85%. 85% عندك بعض المشاكل في بعض المراكز محتاج طبعا، ودي في لجنه في النادي الاهلي اكيد هتدرس ده كويس قوي، بتشوف اللعيب البديل في المكان المعين هل لما بيكون هو قريب من اللعيب الاساسي ولا لا، فتبدا تفكر اللعيبه الاعراض مثلا اللي بره اللي هترجع، تفكر تطلع لعيبه اعراض تانية، هتبدا تفكر تبيع لعيبه، هتفضل تحسب اللي عندك المراكز ايه اللي فيها مشاكل. ايوه. اللعيب مثلا الاساسي لما بيكون مستوى اقل او اصابه واللعيب البديل بينزل، هل هو المستوى متقارب؟ هل ده بيسبب لك مشكله في اداء الفرقه؟ فدي اكيد لجنه الكوره في النادي الاهلي او الناس المسؤولين هيقعدوا مع بعض ويشوفوا انت محتاج ايه. بس انا من وجهه نظر انا هتكلم في الاماكن معينه في النادي الاهلي، النادي الاهلي محتاجها. يلا. انا بتكلم على مثلا الجناح، انت عندك اثنين اجنحه، حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، هم دول الاثنين انا من وجهه نظري ايوه صلاح بيلعبها بس صحيح. لا وكهربا بيلعبها بس مش مكانه الاساسي. تمام. لما تيجي تلعب مثلا غياب مثلا طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، تيجي تلعب صلاح محسن، صلاح محسن مكانه الاساسي راس حربه، هيأدي دي بس مش ده هيبقى دوره ب 100% وأداؤه مش هيكون اللي هو الأداء الصح بنسبة 100%. طب ما ده يحسب للجهاز الفني. يعني أكرم مش مكانه باك يمين. لا بس لا بس أكرم خلاص بقى مكانه باك يمين، تحس إن هو بيلعب باك يمين أداؤه هو الباك يمين بيعمله صح. تمام. لكن صلاح محسن لما بيشتغل لا مش هو ده مكانه. بيأدي لكن عنده بعض المشاكل في حتت معينة. كهربا. كهربا كطبعه كلاعب كهربا بيحب يخش ال 18 ولاعيب مميز جدا جوه ال 18. حتى لما بيلعب جناح تحس انه بيجيب جول ان هو جوه ال 18 مش بيبقى جناح جناح. يعني هو بتفوق، انا من وجهه نظري بتفوق عن طاهر محمد طاهر ان هو بيعرف يجيب اجوان، عنده موهبه احراز الاهداف. لمسه الاخير بالظبط كده. لكن رجله عارفه سكه بالظبط والله. وطاهر برضه بس طاهر مش طاهر بس بس مش 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 اصل دي برضه دي حاسه ودي موهبه. طاهر محمد طاهر عنده حاجه غير كهربا، ان هو بيشتغل الجنب وبيشتغل بيعمل ربط بينه وبينه معلول، محدش بيعمل زي الربط ده زي ده الجنب اليمين. طاهر ده لو وصل 90% هتشوف حاجه. طاهر طبعا لعيب كبير جدا وحاجه حلوه جدا محترم جدا. لعيب طبعا. انا بتكلم بقى على البديل، فكل البدلة مش ده مكانهم الاساسي، فلازم تمام. تفكر في الاجنحه. في الاجنحه تمام. احسن واحد مكان مع حسين الشحات، واحد مع طاهر محمد طاهر، على اعتبار انه صلاح راس حربه وانك انت شايف كده. انه كهربا انت برضه بتحط الترتيب، بتحط الترتيب كاي مدير فني بيحط أي. ترتيب بيجي يحط اول الموسم اللعيبه كل مكان واحد، رقم واحد رقم اثنين ثلاثة. يعني مثلا يجي عند المهاجم رقم واحد محمد شريف، رقم اثنين بواليا، رقم ثلاثة صلاح محسن، ويجي مثلا واحد جناح يحطه من هنا وهنا. تمام. يجي على الجنب اليمين يحط واحد حسين الشحات، اثنين كذا ثلاثة كذا، يجي الباك اليمين أكرم توفيق، محمد هاني، باك الشمال معلول، محمود وحيد، المساكين، يفضل بيرتب رقم واحد ورقم اثنين في كل المراكز. طب انت قلت لي الاجنحه. مراكز ثانيه محتاجه هتيجي بقى تفكر ديانج موجود ولا مش موجود معاك؟ بالعروض انت تتمنى ايه؟ اتمنى طبعا وجود طبعا. خلاص الفرقه خلاص انت عارف المشكله كمان ان انت مفيش وقت ان انت تريح وتدخل عنصر جديد وياخد على الوقت، ياخد وقت اول ما يخش. فعندك السوليه، حمدي فتحي، وديانج، خش معاهم اكرم برضو لان اكرم بيشتغل طبعا. دي ودي طيب هتشتغل بقى تفكر في خط الظهر. عندك انا شايف ان عندك تخمه من اللاعبين في خط الظهر. لو حسبتها كده سعد سمير، رامي، ياسر، بدر بنون، ايمن اشرف، خمس لعيبه. خمس لعيبه هو المفروض اربعه كفايه قوي. ها انت قلت ايمن، ياسر، بدر، ربيعه، سعد سمير. سعد سمير ومتولي. ومتولي اي متولي برضو بيخش ساعات في حد ينسى طبعا. لا بس انا مقيم متولي نص ملعب. نص ملعب. هو بيلعب مباريات. لا هو طبعا طبعا. فعندك عدد كبير في خط الظهر. ايوه مش محتاج دعم من الاماكن بالظبط. لا ممكن تستغنى عن حد. تمام. مش تستغنى، ممكن تطلعه اعاره. لا ما انا هجيلك في حته الاعارات. ليه انا برضو في لعيب مميز جدا بس هو ممكن ما يرجعش السنه دي. المستقبل جاي ليه؟ محمد عبد المنعم. لاعب مميز جدا جدا سموحة. بسموحة. انا طبعا. احنا كنت ماسك سموحة مع كابتن حمد الصدري واحنا اللي جبناه سموحة كتير جدا. يعني انا ما اقدرش اقيم عبد المنعم بس كل الناس اللي اتكلمت عليه اشادت جدا بالواد وتقول لي يعني انا بقول لك انا مستقبل النادي الاهلي حاجه سرعه قوه لعيب كوره أيوه. حاجه رائعه.
هتيجي تفكر في الاعراض وابننا بالظبط يعني طبعا حته شخصيه الاهلي دي فاحمد عبد القادر ايوه راجع انا انت خدتني بقى المعارين كنت عايز اقول لك دي كل دي ملفات ايوه ما هو انت بتشوف مين هتدخله معاك مين المعارين اللي يستحقوا الموسم الجاي يبقوا موجودين او الاهلي ما هو خلاص احمد عبد القادر أيوه. من اللعيبه المميزه عبد المنعم ترجعه دلوقتي لا الزحمه دي لا عبد المنعم دي في ده لا اديله أيوه. فرصه كمان سنه لان هو اصلا مواليد 99 لسه صغير بيلعب وياخد خلاص اللعب ده بيزوده زياده هيجي لك وقت بقى خلاص في لعيبه معينه هيبقى ليها يبقى هو ليه دور اللعيبه المعينه دي في المكان ده ممكن ما يبقاش ليها دور احمد عبد القادر لعيب مميز جدا انت عندك رقم الدور اللي بيلعبوه فيه قفشه عايز حد يكون بديل قفشه انت عندك ناصر بيلعب الدور ده بس ناصر ماهر بعيد وبعد نفسه وخلاص تركيزه انا احساسي يعني ان ناصر خلاص حاطط دماغه ان هو مش هيبقى ليه دور في النادي الاهلي فبدا خلاص يفكر هل في عروض للبيع هل في اعارات لكن انا شايف ان ناصر طلع اعارات كتير ورجع فبرضه دوره لما بيرجع مش هو بدلك يعني ناصر الموسم فانا حاسس مع الاصابات طبعا مع ناصر انا مرنته في سموحه لاعب اكتر من رائع وشخصيه بس عندك احمد عبد القادر بيعمل نفس الدور وعمل الموسم السنه دي ولا اروع مع سموحه فخلاص هيكون موجود معاك فادي بند العارات تمام هتفكر انت بقى في المهاجمين الكتير عندك عمار ايه عمار برضه لعيب مميز سنه 6 طبعا راجع يعني اقصد اقول طبعا تجيبه ترجعه ولا طبعا تسيبه؟ لا عمار بص هو عمار مش هيبقى معاك اللاعب الاساسي بس عمار عنده ميزه حلوه قوي ان هو لما بينزل بتلاقيه قريب ورقه رابحه قريب ما تحسش ان هو مهما بعد لا تلاقيه قريب ورجليه في الملعب وتحس انه قريب من اداء اللعيبه ونشيط عنده حاجات كويسه ممكن تستغلها في اوقات كتيره جدا هتيجي تتكلم في المهاجمين لا المهاجمين كتير لو حسبتها والورا انا محمد شريف صلاح محسن وصلاح ومروان ومروان في كهربا انا اعتبر على يعني على بالظبط كده رؤيتك كهربا راسها فلازم واحد على الاقل لا اما تستغنى عنه وهتبيعه واما تطلع واحد طلعوا اعاره ولازم مين ما تستغناش عنه وتطلعه اعاره عشان يبقى هتحتاجه في 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 فتره جايه يعني مين وماشا شايف انه فيها مستقبل مع الاهلي بس محتاج وقت شويه ممكن بواليا و صلاح يكون متواجد معاك بس هقول لك على حاجه لازم تجيب مهاجم افريقي قوي انت محتاج مع محمد شريف في مركز راس حرب بالظبط كده مهم جدا مهم جدا لان في ماتشات كتيره جدا مع البطولات كتيره جدا انت كاداء النادي الاهلي مطالب دايما بالفوز فلازم يكون عندك المهاجم من مصر ولا من بره مصر لا من بره مصر يعني فيش محترفين افارقه لفتوا نظرك في لا انا من وجهه نظري الجناح اللي عاجبني ونفسي النادي الاهلي يجيبه بتكلم على اجنحه عبد الرحمن مجدي بتاع الاسماعيلي من اللعيبه المميزه يعني جدا علامات استفهام كبيره هو المشكله بس اللي حصلت مع المنتخب الاولمبي لكن هو كولد والبطوله اللي اتعملت في افريقيا بيلعبها كويس قوي صغير في السن بيعرف يجيب جوان شويت عنده مميزات كتيره جدا لو حتى مش عبد الرحمن عايزين لعيب بنفس الكواليتي نفس الشكل نفس طريقه اللعب هي دي اللي انا يعني من وجهه نظري بفكر بالظبط طيب ان شاء الله يخلص دوري ده اخر اغسطس يدخل منتخب مصر عنده ماتشين تصفيات كاس عالم المعسكر 28 محليين 28 محترفين 30 كويس تلعب ماتشين في 9 واعتقد في ماتش في 10 في نفس الوقت اللي انت عندك بطوله الكاس وعندك بطوله زياده شويه اللي هي سوبر افريقيا بما انك انت بطل افريقيا وبعدها هتبتدي موسم جديد وبعدها هيخش بقى نفس الدايلما كاس عالم انديه في شهر 12 دوري ابطال افريقيا بالظبط كده هتفصل امتى هتعمل معسكر اعداد امتى اللعيبه دي هتاخد اجازه امتى كل ده علامات استفهام كبيره جدا اكيد مستر موسيماني بيفكر فيها بص طبعا اكيد بيفكر في كده بس انا اتمنى جدول متحدد من اول الموسم عارف انت داخل بطولات ايه مش عايزين نمشي بقى زي الموسم ده لا ناجل ده وتحط بعد كده ماتشات كلها ورا بعضها واجهاد ونفس المشكله نقدر نقابلها تاني لان انت ضريبتك كتن الاهلي النادي الاهلي بتلعب بطوله افريقيا وبتلعب كاس عالم الانديه فبيفضل ياجل لك ماتشات طب انت عندك مشكله تلاحم دوري ذات عندك منتخب يلعب في بطوله افريقيا الموسم الجديد فالحاجات دي تيجي برضو تقابلك نفس المشكله تاني مع لعيبه مجهده مع لعيبه عامله تلاحم موسمين مع بعض
هيبقوا يعني ثلاثه كابتن احمد بالظبط كده. انا بتكلم ان مثلا اللعيبه الدوليه كان الله في عون يعني حسام البدري والجهاز الفني المنتخب طبعا يعني تاني النهارده يعني دايما اللعيبه بتقاتل عشان تروح المنتخب أكيد. في لعيبه النهارده يقول لك عايزه تريح يا ريت كابتن حسام ما ياخدنيش دلوقتي يعني والله فعلا الكلام كده بس يعني ما انت عامل كل القصه دي ليه؟ بتلعب دوري بتلعب كاس عشان منتخب مصر صحيح عشان تيجي في الماتش ده او المباراتين دول هو ياخدهم مستوي يعني بص هو اللي هيفيد لعيبه النادي الاهلي اللي هم مش هيروحوا المنتخب فتره الراحه دي اللي هي قصيره برضو يعني بس برضو هتفرق معاك لعيبه تقدر تستجم بتقدر تغير عارفك العامل النفسي مهم جدا تفصل شويه انت من بطوله لبطوله الضغط العصبي اللي بيبقى عليك في البطوله ده لوحده مشكله اكتر من عامل بدني ان انت تحط نفسك تحت ضغط عصبي بطوله افريقيا انا معدي من دور لدور اوصل النهائي ضغط عصبي اخلص من بطوله افريقيا ضغط عصبي من المنافس وعايز انا ابقى بطل الدوري ضغط عصبي قوي جدا ما خدناش مثلا الدوري هيبقى عندك ضغط عصبي اقوى انك خسرت بطوله وعايز افرح النادي الاهلي في بطوله الكاس مثلا او فلعيبه النادي الاهلي محطوطين تحت ضغط دايما ضغط 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 صعب جدا ده طبيعي بيأثر عليك بدنيا اتمنى ان الموضوع يتعامل نفسي شويه فدي مهمه جدا الفتره الجايه لعيبه النادي الاهلي محتاجه نفسيا شويه يخرجوا بره اللي حصل ده السنه الموسم الطويل ده على قد ما نقدر في 3 4 5 6 اسبوع نقدر نرجع اللعيبه لطبيعتها ان شاء الله عشان البطوله الجايه ان شاء الله. افضل حاجه شفتها في مستر موسيماني في طريقته في اسلوبه افضل بصمه عملها مستر موسيماني مع فرقه النادي الاهلي. لا هو يعني طبعا سيبك بس من حته التتويج يعني عارف ان الراجل طبعا يعني التتويج ده شيء عظيم جدا وريكورد يعني ما حدش قدر يعمله يمكن غير مستر جوزيه لكن انا بكلم كوره بكلم فني يعني. بص هو مستر موسيماني رجع اداء الكره القصيره ومن رجل لرجل دي للنادي الاهلي تاني دي كان بيعملها مستر جوزيه جيل صحيح جيل بركات وهو عملها بشكل محترم مع سان داونز بالظبط يعني ما انا كنت بقولش اتكلم على سان داونز هو يعني ده يبين ان ده مش شغل عشوائي لا ده بيشتغل على الحاجات دي فهي دي الميزه اللي رجعت النادي الاهلي يلعب من رجل وشفنا اكتر وقت النادي الاهلي كان بيلعب بالشكل ده في ماتشات افريقيا اذا كان ماتش الترجي هناك وهنا بالظبط كده ده اللي باين اداء النادي الاهلي الطبيعي في الوقت ده هو ده اداء النادي الاهلي لو النادي الاهلي بيلعب اي فرقه في بالشكل ده مع اللعيبه بتركيز اللعيبه بالشكل ده مع اللعيبه بدنيا بالشكل ده مفيش فرقه تقف قدامه فهو لو نقارن النادي الاهلي هنقارن النادي الاهلي في الاداء ده في مباراه الترجي هناك مباراه الترجي هنا هو ده اللي وصل اللعيبه بالشكل ده كلمه لنجوم الاهلي قبل ماتش الجونه وهل وكلمه لمحمد شريف المنتظر انه يعني بشكل كبير يرجع في المباراه دي سوء حظ طبعا اصابته وابتعده عن اخر ماتشين اتمنى ما نستعجلش على محمد شريف احنا لازم يكون الاصابه دي كمان في الخلفيه اصل الخلفيه دي لازم تصبر عليها شويه لان هي بيقول لك ان احنا واحنا بنلعب لك الاصابه دي خاينه يعني ممكن تكون انت حاسس ان رجلك طبيعيه خالص وترجع لك فجأة فاحنا عايزينه بعد الدوري فاحنا ايه نستنى عليه شويه رايك عدم المجازفه بشريف حتى ولو خالص الجهاز خالص الطبي اعلن جاهزيه لا اديله فرصه كمان يريح شويه كمان ثلاث ايام كمان هتفرق معاك جامد جدا تلعب كهربا بقى راس حربه في الماتش ده لا هي لا صلاح هو صلاح خلاص لعب المباراه وخد واحرز هدف فلازم اديله خلاص خد الفرصه دي بس انا يعني صلاح محتاج تركيز شويه اهتمام شويه هو مشكله صلاح انا مرنته في سموحه لما خدناه اعاره عنده صلاح لعيب جيد جدا وامكانيات غير طبيعيه بس التركيز عنده مش 100% لو تركيزه وصل لتركيز محمد شريف صلاح محسن ده يبقى في حته ثانيه خالص صحيح فاتمنى ان النادي الاهلي اول مباراه الجونه خلاص مالناش دعوه بالمنافسه انت بتأدي مباراه فرح جمهورك بالمكسب وسيب النتيجه دي بتاعت ربنا بقى شوف الدنيا توصلك مفيش انا بالتالي الماتشين اللي جايين هيبقوا الى حد كبير بدون ضغوط وبالتالي بالظبط كده جمهور الاهلي مستني كوره كويسه حاجه تطمن للي جاي لانه جاي صعب وللاسف شديد جدا انا شخصيا ما عنديش اجابه ليه واعتقد انه لغايه اللحظه مستر موسيماني مش عارف هيتعامل ازاي مع الاهلي الموسم اللي جاي لانه مشوار بجد في منتهى الصعوبه، منتخب عنده ثلاث بطولات كبيره كاس عرب، عنده كاس امم افريقيا، عنده مشوار تصفيات كاس عالم ومعاهم كاس عالم لو وصلنا، وفي نفس الوقت الاهلي ان شاء الله عنده بطولات سوبر مصري افريقي، عنده مشاركه في كاس عالم في اليابان، وعنده طبعا مشواره في دوري الابطال مع
كاس مصر، فبالتالي مفيش مساحه الحقيقه انك انت تقف. لكن الاهم من ده جمهورك اللي بيسند في الظروف الصعبه. هو ده احمد اللي عايز اتكلم فيه، اللي بيدعم. الكلمه دي الكلمه اللي احنا نتكلم فيها على الحلوه والمره معاه. صحيح، لازم تدعم الفرقه، لازم تفتكر الفرقه دي فرحتنا ازاي، لازم اللعيبه دي دلوقتي محتاجه دعم، محتاجه دعم. لا انتوا عملتوا اللي عليكم، مش عايزين ننسى اللي عملوه. فوائد مهمه جدا، والرصيد يشفع الحقيقه انه المره طبعًا كمان قبل الحلوه. طبعا طبعا طبعا، شرفت ونورت في السادسه، بشكرك على وجودك معانا. شاكر جدا، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون دايما احلى زي ما عودنا دايما النادي الاهلي. بشكر جماهير النادي الاهلي، وبكره ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده من السادسه. تحياتي لحضراتكم.